إذن ربما الدكتور يعقوب، هناك كما قال الصندوق ديون بأحجام كبيرة جدا تتجاوز 93% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهذه النسب ربما في طريقها إلى الارتفاع مجددا. إذن نحن أمام مشكلة قد تفاقم ما يمكن أن يتم لزيادة أحجام النمو العالمية. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، وأهلا بمشاهدي القاهرة الإخبارية. الحقيقة طبعا هنا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، طبعا المناقشات الأهم هي لقضية الديون العالمية وسبل دعم معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة. الحقيقة أزمة الديون العالمية في تراكم للدين العالمي أو الجلوبال ديت حتى الآن ل 313 تريليون دولار بنهاية عام 2023، وده طبعا أعلى مستوى تاريخي للدين العالمي. وبالتالي كل الجهود حاليا في دعم مسارات خفض أسعار الفائدة تدريجيا من البنوك المركزية العالمية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي احنا بنشوف الفيدرال ريزيرف او الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عنده النيه ان هو يبتدي خفض تدريجي لاسعار الفائده من مستواها الحالي 5.25% و 5.5% الفائده على الدولار بدايه من النصف الثاني من عام 2024، يبتدي خفض الفائده التدريجي مرتين على الاقل باجمالي نصف نقطه مئويه. وبالتالي هدف البنوك المركزية خلال المرحلة المقبلة طبعا مراجعة التوقعات المتعلقة بالجلوبال انفليشن او حتى الدوميستيك انفليشن اللي موجود في الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي 190 دولة اعضاء، وبالتالي مراجعة ارقام التضخم، مراجعة كل الاجراءات الخاصة بالماكرو ايكونوميك استابيليتي او استقرار الاقتصاد الكلي، ومن ثم بدء القفض التدريجي لاسعار الفائدة لدعم تشجيع البرايفت سيكتور امباورمنت او تمكين القطاع الخاص وضخ التمويلات الميسره للقطاع الخاص خلال المرحله المقبله، بالاضافه الى كمان دعم معدلات النمو او الايكونوميك جروث ريت لتتجاوز المستويات المحليه او المستويات المحدده، كما مثلا في بعض دول منطقه الشرق الاوسط وتحديدا في مصر بتستهدف رفع معدل النمو تدريجيا خلال الفتره المقبله الى 7% من مستواها الحالي 4%. وبالتالي كل البنوك المركزيه مطالبه بمراجعه ارقام التضخم، اتخاذ المزيد من الاجراءات التنفيذيه المتعلقه بدعم القطاع الخاص وتيسير التمويلات للقطاع الخاص. المحور الاساسي في اجتماعات الربيع كمان هو تفادي كل التداعيات السلبية المتعلقة بالجيوبوليتيكال تنشنز أو التوترات الجيوسياسية اللي موجودة في أماكن الصراع في مختلف دول العالم. وبالتالي خلال المرحلة المقبلة جهود التهدئة في كافة الجبهات اللي بتشهد صراع في مختلف مناطق العالم وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، لأن احنا شفنا الورلد ايكونوميك أوتلوك أو تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أمس في مؤتمر صحفي عقد أمس، كان بيحذر من أن اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وطبعا الضربات الإيرانية والرد الإسرائيلي اللي ممكن يكون متوقع، دي كلها اشتعال الصراع أكتر. طيب. بيزيد، لكن هذا التقرير أيضا أستاذ يعقوب يعني أشار كثيرا إلى أن ما يحدث الآن من توترات جيوسياسية في المنطقة قد يؤخر قرارات بعض البنوك المركزية للذهاب إلى نسب فائدة أقل، تحديدا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وربما المركزي الأوروبي.